السلام عليكم. خالد معكم دائما وابدا. ما على باليش اللي انتم كنت تستعملوا التوتيه ولا لابوي بوردولاز للنباتات تاعكم وحتى الاشجار المثمره تاعكم، مهمه جدا. هذا ما يسمى بالمعالجه الشتويه. شعل دير دوزاج هي دي غرام في الليتر دو، 10 غرامات، 12 غرام، حتى 20 غرام في لتر من الماء. هنا ننصح بها خاصة للنباتات الزين، الجيرانيوم، الكريزونتام، لزاب فرويتي، يعني الأشجار المثمرة، خوخ، باشا، لانجاس، كل الأشجار المثمرة. معالجة شتوية مهمة جدا. هذا سيتان أنتي فونجيك، يعني ضد الفطريات. هذه هي عبارة عن مبيد ضد الفطريات. تخلطوا لهنا حاجة الأولى في الماء، تخلطوا طريطر بيان، ومن بعد الدير في البخاخ تاعك وتبدا تخدم الرش تاعك. بعد ما توجد المحلول تاعك ما عليك غير تابليكي، جوز عليهم طريطر بيان. كيما هدا شجرة الخوخ غرستها رمضان اللي فات، دور عليها كومبليتمون ودور على الشجر تاعك كامل، شجرة ما تخليها. هذا عبارة عن مبيد فطري، يعني تحمي الشجرة تاعك في فصل الشتاء، وأيضا يروح لك الحماية حتى فصل الربيع والصيف. ما تنساش لي روزي تاعك تانيت. بالتوفيق إن شاء الله.